اخر الاخبار، وقبل ما نستقبل اثنين من نجوم منتخبنا الوطني المصري السابقين، واحد طبعا مثل النادي الاسماعيلي وواحد مثل نادي الزمالك، كل من الكابتن معتصم سالم والكابتن احمد جعفر، والحديث عن منتخبنا الوطني المصري اللي يعني شفنا اكيد مشاركاته مع الكابتن حسام حسن بالنسبه في تصفيات كاس العالم وبالنسبه لتصفيات كاس الامم الافريقيه، واللي كان منتخبنا تفوق في اللقاءين الماضيين سواء على كاب فيردي هنا في القاهره او حتى في خارج الديار. يعني الكابتن حسام حسن بيبدا دلوقتي يستعد للمواجهه الثالثه باذن الله امام موريتانيا، والجهاز الفني بإذن الله استقر على أن المواجهة هتبقى يوم 11 المقبل عشان تقام مباراة موريتانيا. نفس الفرقة هنبدأ أن احنا نقابلها تاني عشان تبدأ العجلة تدور بالنسبة لكل الفرق، فهنقابل موريتانيا في التوقف الدولي المقبل مرتين، طبعا مرة هنا في القاهرة يوم 11 أكتوبر بإذن الله، ومنتظرين إن شاء الله موريتانيا تحدد رابع لقاءات منتخبنا الوطني المصري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية الجولة الرابعة بإذن الله، كل ده عشان نبقى متواجدين بإذن الله في كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب 2025. وفكرة البطولة دي يعني أنا لما ابتدينا ان احنا نتكلم عليها اعتقد ضامنين بشكل كبير ان احنا نبقى متواجدين، لان نظام التصفيات اول وتاني المجموعه هيصعدوا مباشره باذن الله الى كاس الامم الافريقيه في المغرب 2025، وبالنظر طبعا للنتائج اللي حققها الكابتن حسام حسن والاسماء اللي موجوده معانا في المجموعه، فاعتقد ان فرص وصولنا باذن الله تبقى كبيره. ولكن اهميه هذه اللقاءات بالنسبه للكابتن حسام حسن هو نبدا يقرب اكتر من اللاعبين، فكره التجانس، فكره ان احنا نبدا نبني منتخب قادر باذن الله للوصول لابعد المراحل في هذه البطوله اللي اتوقع باذن الله انها تبقى يعني فيها منافسه من منتخبنا الوطني المصري، ولكن فكره اقامتها على الاراضي المغربيه ممكن يبقى فيها صعوبه شويه بالنسبه للجماهير المغربيه اللي هتآزر منتخب بلادها بشكل كبير. دي كانت اهم الاخبار اللي بتخص منتخبنا الوطني المصري أو الأندية المصرية اللي بتستعد لمرحلة العودة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.